إسحاق عبدي محمد أيا لو دورتي حبين كاترسان قولها ديغان كي مقالة بارون أي قوبول كويسكونزين أدل كان مريكان كا تدوبية صدن شيركان أيا بغول يساقالي تدوبات العود كهلي هذا رشدي سلاسدي كرد عدد دل كاسي إسوغو كا أدكاضي مو طولما وحروغو فرديي كورسيغا إسلامر كان دونيي إن ماركالا لدورتو مو طولما أيا دور رشدي كهلي كوبيو كونتون عودة قولها وحاو كومة تلي دونا دقمدة صدحاد وكاميدة حافظها يا سومالي دو degantahay guusha maxamed ayaa ka dhigaysay inuu yahay qofkii ugu horeeyay Soomaali Mareykan ah oo ku guuleystay xubinimada golaha deegaanka ee magaalada Baaroon Isxaaq ayaa laga guuleystay labo jeer oo hore u galay tartanka balse markii saddexaad ayaa ku guuleystay codadkii ugu badnaa deegaanka oo ahaa 75% doorashada Isxaaq ayaa noqonaysa 25 sano kadib markii qaxootiga ugu horeeyay Soomaaliya uu tagay magaalada Baaroon Isxaaq Cabdi Maxamed ayaa u tartamay si madax bannaan maadaama ما أنا حس بكتر سنين. عامر عبد الرشيد عبد الله عمري باش ساب تي في. قون مال إسلام إي فتوى. ما قبتا ويديمو ديني أه. مدونيسا موبيل كاغا إن أتكبرتو عشرة ديني أه أو أف صوماليا. إسلام إي فتوى. وحد كيليسا فتوى ديني أه. تفسير حديث فقي سيرو رقم كسوبن دعوين سوقر فتوى أما إسلام أنا دير هل شن إبر